السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. سنبدأ بعمل موديلينج للمنجنيق الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. دعونا مباشرة نتوجه إلى برنامج المايا. أولا كما اتفقنا في مشاريع 3D، تذهب إلى فايل وتعمل بروجكت ويندو، ونريد أن نعمل بروجكت جديد نسميه نيو ونسميه كاتابولت أو منجنيق يعني. أكسبت. يقول لك أنه غير موجود، مثلا أو هو موجود، نريد أن كتبت تو أكسبت. الآن أصبح عندي مشروع جاهز لبدء العمل عليه. بالعادة في مشاريع 3D قبل أن تبدأ بعملية المشروع يجب عليك التخطيط جيدا للمشروع. ماذا يعني التخطيط جيدا؟ مثلا نحن نريد أن نعمل موديلينج لكتابولت أو اللي هو منجنيق يعني. تذهب إلى جوجل وتبحث عن كتابولت وتجد وترى مثلا صور لمنجنيقات، وتبحث عن صور ثم تقرر أي واحد منها مثلا تريد أن تعمل. في حالة أنك لا تريد أن تعمل شيء من جديد، تريد أن تبني شيء موجود بهذه الطريقة، تبحث عن صور، تبحث عن شيء اسمه كما ترون هنا بلو برينتس، يعطيك تفاصيل أكثر مع قياسات مع غيرها، يعني تبحث عن صور مرجعية للشيء الذي تريد أن تعمل له موديلينج أو للمشروع الذي تريد أن تبنيه. في حال كان المشروع شيء جديد أنت تحتاج أن تهندسه وتضع قياساته الصحيحة، تحتاج أن تبحث وترسم يعني رسم هندسي، تصميم هندسي عادي، يعني عملية التصميم الهندسي الكاملة. أيضا إذا كان عندك شيء موجود يعني أوبجكت مثلا كالهاتف تريد أن تعمل له تصميم، فتكون بقياساته وتصويره صور من كل الزوايا وتجمع معلومات عن الشيء أو المشروع الذي تريد أن تقوم به. نحن هنا نريد أن نعتمد على هذا السكتش كما ترون لعمل هذا المنجنيق. في المشاريع كلها يعني دائما قسم المشروع الى يعني اذا كان المشروع معقد قسمه الى اوبجكت صغيره او اشياء صغيره بسيطه، ثم ابدا بعمل موديلنج لجزء جزء منها. يعني عندك هنا كما ترون القاعده، هنا عندي خشبه خشبتين ثلاث، عندي العجلات، عندي هذه كما الونش اسمبلي اللي هي تستخدم لشد يد او ذراع المنجنيق، وهكذا عندي ذراع المنجنيق مقسمة إلى العصا وهذه القطع. كما ترون كلها عبارة عن قطع بسيطة، مربعات واسطوانات ودوائر وسلندرز وغيرها، كلها مجمعة مع بعضها البعض. نحن في هذا الدرس نريد أن نصل إلى هذه النقطة وهي بناء القاعدة. دعونا مباشرة نذهب إلى هذه إلى المشروع ونبدأ بعمل الموديلينج مباشرة. في البداية نريد أن نعمل مكعب من هنا أو create بوليجون بريمتيف كيوب، ثم نقوم بالتالي بعمل سكيلينج له. طبعا تستطيع باستخدام آلة السكيل من هنا أو مباشرة بالأرقام. نريد له سكيل في الـ X 2 وفي الـ Y 0.8 وفي الـ Z 19.5. كما ترون حصلنا على هذه الخشبة وهي في الصورة هذه. كما ترون هنا نريد أن نعمل لها بيفل كما تحدثنا في أحد الفيديوهات السابقة. نريد أن نختار رايت كليك إج، ثم نختار الأربع إجز العليا. طبعا تستطيع باستخدام السلكت تول ثم تختار بشيفت وتختار هذه الإجز أو الحواف، ثم تذهب إلى التول كيت موديلينج تول كيت وتضع كما ترون هنا بيفل. نريد أن نضع هنا فريكشن 0.2 ونريد أن نضع السيجمنتس 2. انتر. نريد أيضا أن نختار الأجزاء الباقية الحواف وهي السفلى. طبعا تستطيع بالضغط على سبيس الذهاب إلى هنا مثلا وعمل دراج حول كل هذه. أنا أشد يعني أعمل رسم أعمل سلك لهذه، فأختار كما ترون هنا. طبعا أستخدم سبيس تذكروا هذا. كما ترون اختار جميع الأجزاء الحواف السفلية. تستطيع مباشرة أن تعمل بيفل. نريد أن نعمل بيفل بطريقة مختلفة. بيفل هنا نريد أن نضع بوينت 3 وهنا سيجمنتس 3 أو 2. إذن كما ترون عندي أصبحت هذه القطعة الأولى من قطع قاعدة المنجنيق. نريد أن نعمل لها تحريك باستخدام W أو باستخدام أداة التحريك كما ترون اختصارها W. خطوتين إلى هذا الجهة تقريبا هكذا. الآن نريد أن نكرر هذه القطعة لنحصل على القطعة الثانية كما ترون هنا.
أن نحن انتهينا من هذه القطعة، نريد أن نعمل هذه القطعة بكل بساطة، Ctrl D أو من هنا Edit Duplicate، هاي كما ترون اختصارها Ctrl D Duplicate. هنا تكررت نسخة أخرى منها وهي موجودة فوقها مباشرة، فنمسكها ونحركها هكذا. تقريبا أصبح بين القطعة هذه والقطعة هذه أربع مربعات. ما السبب أننا نعمل نحب أن نعمل بيفلينج في الموديلينج؟ السبب هو أن الحواف عندما تكون هكذا عليها بيفل أو هذا الإفكت يعني في الريندرينج يعطينا نتائج أفضل، لأن الحواف 90، لأن الريندرينج وسوفتوير الريندرينج لا يحب الحواف الحادة والتي تكون زاويتها 90%، فبالتالي نحب أن نعمل هذا البيفل. تمام، كما ترون لو اخترت هذه القطعة أصلا أنت وذهبت إلى الشانل ستجد هنا مثلا بيفل 1 وبيفل 2 كما ترون كلها موجودة في الهيستوري. إذا أصبح عندي القطعة هذه والقطعة هذه، الآن أريد أن نعمل القطعة هذه، قطعة الخشب هذه، وهنا بنفس الفكرة مكعب، تعمل مكعب ثم تضع القياسات التالية: في السكيل X تضع 7.5، في السكيل Y تضع 0.6، وفي السكيل Z تضع 3.5، فتحصل على هذه القطعة كما ترون تضعها في مكانها المناسب. طبعا أين كيف عرفت أني سأضعها هنا؟ بالرجوع إلى هذه الريفرنس إيمج ترى أن هذه القطعة محلها هنا على حافة الخشبات من هنا، وأن القطعتين هذه وهذه كما ترون مكانها في نصف خشبة القاعدة وعطرفها الآخر، وبهذا تحصل يعني بهذه الطريقة دائما ترجع إلى صور المرجعية وفي أثناء عملية الموديلينج لتعرف أين تضع القطعة. فنحن نريد أن نضع هذه القطعة هنا. الآن كما ترون هي ليست ملامسة لهاتين القطعتين، نريدها أن تكون ملامسة لهما، تمسكها هكذا وتحركها للأسفل حتى تصبح ملامسة لهذه القطعة. تمام، أيضا نريد أن نعمل لها بيفل، تذهب إلى موديل تول كيت، ولكن نريد كل الحواف بنفس البيفل، يعني ليس كما فعلنا هنا، نريد كل الحواف لها نفس البيفلينج. كما ترون تختار القطعة ثم تضغط بيفل يعمل لكل الحواف. نريد أن نغير القيمة هذه إلى 0.2 والسيجمنت إلى 2. كما ترون أصبحت عندي هذه القطعة هنا وهي ملامسة تقريبا. إذا أردت أن تتأكد تذهب إلى السايد فيو وتقترب منها، تختارها W لتختار الموف تول، ثم تحركها نحو الأسفل قليلا لكي تصبح فوق القطعتين الأولى والثانية. الآن نريد أن نعمل القطعتين التاليتين وهي هذه القطعة وهذه القطعة، وهي أيضا عبارة عن مكعبات عادية. تعمل مكعب جديد نفس الفكرة، تذهب إلى الشانل بوكس وتضع القياسات التالية في خانة السكيلينج 6.5، وهنا انتر، وهنا تضع 0.6. طبعا هذه أرقام تقريبية ليست دقيقة 100%، ولكن نحن هدفنا أن نتعرف على الموديلينج أو خطوات الموديلينج الأساسية. كما ترون تضعها في مكانها الصحيح، في مثلا نزيحها هكذا تقريبا، ونريد أن نعمل لها أيضا نفس الفكرة بيفلينج، ونريد أن نتأكد أنها هنا نفس الفكرة. نذهب إلى موديلينج تول كيت، نضع بيفل ثم نضع 0.2 والسيجمنت 2 نفس الفكرة. الآن نريد أن نكرر هذه القطعة كنترول دي ونحركها إلى هنا. الآن نريد أن نعمل البراغي التي تثبت هذه القطع مع بعضها البعض. كما ترون هنا في عندي في الرسمة براغي لتثبيت القطع، هي ليست ظاهرة في الرسمة هنا، ولكن أنت فعليا هندسيا تحتاج شيء ليثبت هذه القطعة بهذه القطعة، فنحتاج إلى هذه البراغي التي تظهر عندنا في الصورة هنا، هذه 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، يعمل هذه البراغي بكل بساطة، تعمل كرة جديدة، تذهب إلى الشانل بوكس ثم تذهب إلى السكيلينج وتختار، علمت كل هذه الثلاث معا ووضع لها قياس واحد حتى تعمل سكيلينج بكرة مناسبة. طبعا نريد أن أحركها هكذا على جنب، كما ترون هي قياس البرغي كبير قليلا، ولكن سنذهب مع هذا القياس. يعني نذهب إلى السايد هنا مثلا ونختار هذه الكرة، نعمل هذا رايت كليك، نختار الفيسز ونعمل سيلكت للجزء السفلي من الكرة ونقوم بحذفه على كبسة ديليت. أصبح عندي كما ترون هنا نصف كرة، هذا الجزء الأول من عمل الموديلينج الخاص بقطع التثبيت أو براغي التثبيت.
طبعا الضغط على F يعمل فوكس على هذه الكرة. الآن أريد أن أعمل كما ترون هنا، أريد أن يصبح شكل البرغي بحيث يعني كما ترى تعلم من هنا يجب أن يكون محفور. لحفر جزء في هذه الكرة نعمل مكعب جديد، نحضره إلى هنا تقريبا قريب من الكرة، نضع له القياسات التالية هنا في التشانل بوكس كما ترون، تأكد أنك على التشانل بوكس على سكيلينج 0.4 وهنا 0.1 وهنا 0.04. كما ترون قطعة صغيرة تحضرها وتضعها فوق الكرة هكذا هنا، بكل بساطة يعني هكذا بهذا الشكل. إذا أردت أن تتأكد تقريبا يعني في المنتصف بالضبط يعني كما ترون هنا. الآن أصبحت هذه القطعة فوق هذه القطعة، تختار هذا تختار الكرة أو نصف، تختار نصف الكرة في البداية ثم تختار شيفت وتختار هذه القطعة ثم تذهب إلى مش بوليان ديفرنس. كما ترون حفر في هذه الكرة قطعة وأصبحت عندي شكلها شكل البرغي، ولكن هنا المشكلة التي تحدثنا عنها سابقا وهي عندي أصبح وجوه فيها أكثر من أربع قطع، لا يعني يجب عليك أن تتخلص من هذه دائما. طبعا هنا لن نركز كثيرا لأن على هذا البرغي لن يكون مهم كثير، ولكن نريد أن نتخلص بأسرع طريقة ممكنة من هذا الفيس الذي فيه أكثر من أربعة وجوه. بكل بساطة تختار الفيسز هكذا كلها، كل هذه الفيسز تختارها جميعها، يعني أنا أضغط على شيفت وأختار هذه الفيسز جميعها. كما ترون اخترت كل الوجوه المحيطة بهذه الحفرة ثم تذهب إلى مش وتضغط على ترانجليت هنا. طبعا في الموديلينج المتقدمة هناك طرق مختلفة لعمل هذا الشيء، ولكن هنا نريد أن نعمله بهذه الطريقة مش ترانجليت. كما ترون أصبح عدد كل الوجوه ثلاثة وجوه وليست أكثر من ذلك. الآن الذهاب إلى الأوبجكت مود ووضع هذه البراغي في مكانها الصحيح هنا. طبعا أسهل طريقة أن نذهب إلى التوب ثم نذهب هكذا هكذا كنترول دي لعمل هذا، كنترول دي لعمل هذا، كنترول دي لعمل هذا. لو اخترنا البرغي الأول كما ترون في عليه عمليات كثيرة، وهذا يعني يؤدي يعني بعادة لا نحتاج إلى كل هذه وتؤدي إلى ثقل في الذاكرة وغيره في الريندرينج، يعمل بعض المشاكل. للتخلص من هذه الانبوتس تختار هذا الأوبجكت، تذهب إلى Edit Delete by Type و Delete History. كما ترون أصبحت هذا البرغي كهذا نفس الفكرة. الآن نريد أن ننسخ هذا وهذا معا Ctrl D وهكذا، نريد أن نزيح هذا قليلا هكذا، وأيضا هذا وهذا Ctrl D ونحركها إلى مكانها الصحيح تمام. إذا كما ترون أصبحت هذه البراغي في مكانها الصحيح، ربما هي براغي كبيرة قليلا ولكن لا بأس في هذا التصميم. يعني كما ترون انتهينا من القاعدة تقريبا، وبهذا نكون أنهينا هذا الدرس. شكرا لكم، ما تنسوا تعملوا شير للفيديوهات وما تنسوا تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك وعلى حساب تويتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.